مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم: علامات في البول تدل على حدوث الحمل بعد التبويض مباشرة. يشهد البول عند النساء في بداية الحمل مجموعة من التغيرات من حيث اللون والكمية والرائحة، وذلك بسبب الاضطرابات الهرمونية التي تحدث للجسم في هذه الفترة. يطرأ على المرأة الكثير من التغيرات، وتلاحظ العديد منهن أنهن يتبولن بمعدل أكبر من المعتاد حتى قبل أن تتأخر موعد الدورة الشهرية أو يخضعن لاختبار الحمل المنزلي. يحدث هذا لأن الجسم يبدأ بإفراز هرمون الحمل بعد زرع البويضة المخصبة في الرحم، وهذا الهرمون يسبب كثرة التبول ولا يبدأ ظهوره في البول إلا بعد حدوث التبويض. وقد يدل على أن أمر الحمل يسير في خطى سليمة، فلا تقلقي، فسرعان ما ينتهي الأمر مع تأقلم الجسم بهرمونات الحمل. تجدر الإشارة إلى أن الدلالة الأولى التي يكشف عنها اختبار الحمل المنزلي تعود لارتفاع هرمون الحمل، وهذا من شأنه أن يجعل للبول رائحة قوية خاصة في حالات الحمل المبكرة. من جهة أخرى، لا يجب النسيان أن المرأة الحامل تمتلك حاسة شم قوية والتي تجعلها تميز تغير رائحة البول لديها. كذلك وجود دم في البول، وهو عرض قد يظهر في الحمل أيضا، فنزول الدم مع البول واحد من علامات غرس البويضة الملقحة في جدار الرحم. كما تلاحظ معظم النساء تغير لون البول لديها، حيث يزداد دكان عند الغالبية يتحول من اللون الأصفر الفاتح إلى الداكن، وقد تختبر القليلات العكس، حيث يصبح لون البول أفتح قليلاً عن المعتاد. أما تحليل الحمل المنزلي في البول، يفضل إجراؤه بعد تأخر الدورة بأسبوع أو 10 أيام لإتاحة الفرصة لهرمون الحمل بالتضاعف وتلاقي النتائج الخاطئة والتي قد تنتج عن تأخر موعد التبويض.